السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. موجز بأهم وآخر الأنباء، أهلا بكم. حث عضو مجلس السيادة الانتقالي مالك عقار إير الحكومة الألمانية زيادة حجم التعاون فيما يتصل بالاحتياجات الإنسانية والدعم التنموي والإنساني لمواجهة متطلبات النازحين واللاجئين والمساهمة في عملية الانتقال الديمقراطي. جاء ذلك خلال لقائه أمس بوزارة الخارجية الألمانية مدير عام الإدارة الإفريقية وأمريكا اللاتينية والشرق الأدنى والأوسط كريستيان بوك. وقدم عقار شرحا مفصلا للتطورات السياسية بالبلاد للتوصل لاتفاق سياسي بين القوى السياسية وصولا لتشكيل حكومة مدنية لإدارة الفترة الانتقالية. من جانبها أكدت الحكومة الألمانية استعدادها لمضاعفة الجهود الإنسانية والتنموية دعما للفترة الانتقالية. قال وزير الثروة الحيوانية حافظ عبد النبي إن السودان لديه خطة عمل وطنية لمقاومة مضادات الميكروبات بالتعاون مع الفاو ومنظمة الصحة العالمية تم إقرارها في العام 2018. جاء ذلك لدى مخاطبته ختام فعاليات المؤتمر العالمي الثالث لمقاومة مضادات الميكروبات والذي استضافته دولة قطر بمشاركة أكثر من 40 دولة حول العالم. تعتزم ولاية غرب دارفور التوسع في مجال التعدين في الجزء الشمالي منها، وشدد والي الولاية خميس عبد الله بكر على ضرورة استقلال موارد الولاية الاستقلال الأمثل لتعود بالنفع على مواطني الولاية من خلال مشروعات التنمية وتحسين الخدمات. جاء ذلك لدى اجتماعه بمدير مكتب الشركة السودانية للموارد المعدنية بالولاية مهدي أحمد السماني، حيث أمل الاجتماع على عدد من النقاط التي تصب في مصلحة مواطني الولاية. أعلنت حكومة ولاية جنوب دارفور استئناف الدراسة بمدارس محلية قريضة، وذلك بعد توقفها للأحداث الصحية المفاجئة التي اعترت أكثر من 100 طالبة بالمرحلة الثانوية. وأعلنت لجنة أمن الولاية عن استقرار الأوضاع الصحية والاجتماعية وتماثل جل الحالات للشفاء، وأن وزارة الصحة على المستوى الولائي والاتحادي تعملان على تحليل العينات لاستجلاء حقيقة الأزمة الصحية الطارئة. ورياضيا، وضمن منافسات كأس العالم في نسخته الحالية، استطاع المنتخب السنغالي أن يحرم المنتخب القطري صاحب الأرض والجمهور من مواصلة مشواره في البطولة، وذلك بعد فوزه عليه بثلاثة أهداف مقابل هدف، وبذلك يكون رسميا قد ودع العنابي دور المجموعات بثلاثية أسود التيرانغا. انتهى الموجز، السلام عليكم ورحمة الله.